هكذا كان باعة السمك يمارسون عملهم يوميا على شاطئ المحيط الأطلسي بترحيب من الدولة والشعب، إلا أن الشائعات التسمم البحر التي ظهرت مؤخرا أوقفت عمل هؤلاء، إذ يجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عاجزين عن إيجاد لقمة عيش كان مصدرها الوحيد ما يجود به البحر من خيرات. نحن شنو البحر؟ دائما نسمع منهم كلام، هون الناس يقولون فيه وفيه ما هو خالق، ما عندش من زمان من الحكم الحوت في الدشره، اذا ننتص عليهم ونقول لهم نحن حوت صالح والله جديد، يقولنا هاي في سم وسم هو ما هو خالق. بالحوت البحر ما يقدر حد يسمه اولا. الحوت ما هو خو راسه، واخو لا يشبك من البحر اسمات حي يموت لا فوق الحاشيه. يا اسمات وادنا شغلنا خاسر، ما تقدم بالحوت لا قد عنده شيء، وشي كان من السنان قالوا خاسر، ويا كمل لا كذب الناس وكل حد يقول يقول ودوا الشوارع الناس كمان كش تقول ايوه مو خالق يا سمعتوا نحن عندنا ما تقدر تشتغل عندنا عاد خاصهم بين الناس سنتين عندنا لا حال فما خاصته. يؤكد رجال البحر هؤلاء ان التلوث المذكور هو مجرد شائعات ليس ادلاء، وان اموالا كثيره ذهبت سدى بفعل هذه الشائعات والتي سبق وان طالت مواد غذائيه اخرى. انا نحن هون مسلمين في دوله في دولة وخالق ياسر من شين كرد عنا فيها واحدة الحوت وسمم فات وسمم هون اللحم وفات وسمم النماء وفات وسمم وفات وسمم آه كامل لا الكذب حوت راعي أسقر الحوت راعي أسقر الحوت راعي وفقراء ولا عندنا شيء آه أسقر الحوت راعي عندنا ونأكله نأكله مازال في الدم دم وراعي ولا في السم ولا في السم ولا قطعت في السم وسم ما لا يعود في بلي آه شيء أعطينا نحن مولانا بسم الله طيب فهمت وشي ما هو معقول ما هو معقول قاربه مطرطقه وقاربه متفجره وقاربه فيها ايسانس هذا آه الموريتانيين الحكم توعاوي. هكذا اذا كان موقف التجار من انتشار هذه الشائعات، وبين طمأنتهم وخوف المستهلكين من الخطر الذي توحي به تبقى كلمة الفصل للجهات المعنية لتطمئن الجميع او توضح حقيقة الخطر للمواطنين. صلاح الدين سيد احمد، الوطنية.